بالتأكيد عندنا موضوعات عديدة وعناوين مهمة، ويمكن دايما كل يوم اثنين ضيفي دايما بنحب نبدأ الفقرة الحوارية بتحديد عدد من العناصر والعناوين المهمة جدا عشان يكون هو ده محور حديثنا في حلقة النهاردة. ومهم جدا واحنا بنتكلم في العناوين والموضوعات نحدد بالظبط المرحلة اللي احنا فيها، ايه اللي محتاجينه وايه اللي مطلوب مننا الفترة الجاية. الأحداث بتأكد اللي بنقوله، وفي نفس الوقت واحنا بنشرح الموضوع وبنتكلم فيه بنتكلم فيه بكل موضوعية. كذا موضوع عايزين نتكلم فيه النهاردة. أول موضوع عايزين نتكلم على فريق كرة القدم في النادي الأهلي، واللي بيستعد خلال المرحلة القادمة لمباراة المصري، مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الخميس في ختام هذا الأسبوع. ومش عايز أتكلم في هذه الجزئيات وأتكلم على اللعيبة أو الجهاز الفني، لأن هم بالتأكيد شايفين شغلهم الفترة الجاية، إيه اللي مطلوب منهم وإيه اللي محتاجينه وجمهور النادي الأهلي عايز منهم إيه، لأن خلاص كل الرسائل وصلت وكل المطلوب من الجمهور اللعيبة عرفته الفترة الأخيرة وعارفة إيه المطلوب منها الفترة الجاية. لكن أنا عايز أستحضر جزء مهم جدا في هذه الجزئية، وهي جزئية التاريخ. دايما تاريخ النادي الأهلي بيبقى شاهد على الأحداث، ودايما تاريخ النادي الأهلي لو عدى 100 سنة بيبقى شاهد على اللي موجود. وقلنا دايما في المقولة الثابتة، لو فات 100 سنة تاريخ الأهلي شاهد عليه، سواء في بداية الألفية الجديدة موسم 2001 لغاية 2004 في المواسم المحلية تحديدا، لأن الإفريقية الأهلي كان بيتفوق بها وقدر يفوز بدورة أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي. أيضا في بداية التسعينات فترة البطولات المحلية، إزاي النادي الأهلي استعد بشكل جيد للمرحلة حتى نهاية التسعينات وقدر يفوز بعدد كبير جدا من البطولات العربية والبطولات المحلية. إذا الجمهور لو استحضر التاريخ هيعرف إن النادي الأهلي دايما ليه شخصية مختلفة عن كل الأندية، وإزاي بيقدر في التوقيت لما بيكون فيه أزمة إزاي يتخطى هذه الأزمة وإزاي يقدر يمر ليه قدام.